عليكم. يا حضرتك يا دكتوره كل سنه وانت طيبه. لا علي صوتك يا مريم، الله يرضى عنك. كل سنه وانت طيبه يا دكتوره. وانت طيبه يا حبيبه قلبي، لو سمحتي انا بس حضرتك سؤال. انا بنتي محجبه طالبه في اولى جامعه. ايوه. بقى لها 3 سنين ونص لسه الحجاب. هي قلعته بقى لها كام يوم؟ قلعته بقى لها كام يوم، والحاج بيزعق معاها بيقول لها ما انتش نازله الا ما تلبسي الطرحه وتلبسي الحجاب. لدرجة يوم الأربع اللي فات كان عندها امتحان وما راحتش الامتحان. طبعا فوالدها قال لها لازم تنزلي بالطرح. ازاي انت محجبة وازاي تقلعي؟ ايوه حرام وغلط. وانا نفسي انا مش مقتنعة ان هي قلعت الحجاب، فانا مش عارفة اعمل معاها ايه يا دكتور. الله يبارك لك. هي عندها امتحان يوم الاحد. ويا ريت هي تبقى جنبك عشان اسمعها ماذا يفعل الشيطان للانسان. هي قاعده جنبي يا دكتوره حضرتك، هي تسمعك على التلفزيون. الله يبارك لك، انصحيها. الله يبارك لك. ايوه حبيبتي انا هنصحها وانصح غيرها، لاني حصل بلبله في كلمه الحجاب. خلوا بالكم ده اصل المشكله. احنا كنا الحمد لله والحجاب ومستقر وبنختار الحجاب اللي على مزاجنا وبنربط الحجاب بالشكل اللي احنا عايزينه وبنلبس معاه الملابس الحلوه اللي بتنسجب معاه، وعمر ما كان الحجاب على العقل ولكن الحجاب على شعر الراس والجيوب الصدر الذي يظهر من جسد المراه، فما كانش في اي مشكله. الا بقى بعض الذين ينادون او ينادون بحريه المراه وحرية المرأة في جسدها، والمرأة حرة تظهر شعرها أو ما تظهرش، لأن قالوا أن الحجاب ليس من فروض الإسلام. هم لخبطوا بين الفرض والواجب. كلمة فروض الإسلام تطلق على العبادات المفروضة: الصلاة، الصوم، الزكاة، الحج. دي بنسميها أركان الإسلام أو فروض الإسلام. ما عدا الفروض اللي هي في الدرجة الأولى في القمة يأتي الواجبات. طب واحدة تقول لي إيه الفرق بين الفرض والواجب؟ أقول لها الفرض ما ثبت بدليل قطعي. يعني لما ربنا سبحانه وتعالى يقول واقيموا الصلاه واتوا الزكاه، هل اقول ان دوت ممكن ان انا اغير فيه؟ ده قطعي خلاص. لكن لما ربنا يقول بقى وليضربن بخمرهن على جيوبهن، واخدين بالك؟ خمرهن يعني رؤوسهن، الخمار غطاء الراس. وليضربن بنسمي وليضربن امر، والأمر يفيد الوجوب، وتارك الواجب عاصي وآثم. عاصي وآثم، لأن ربنا بيقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. خلاص مفيش اختيار. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وهذا الحجاب يجب منذ البلوغ للمرأة، واحنا عارفين البلوغ ايه. لكن اللي انا بوصي الامهات عليه هو الترغيب في التحجيب. يعني ما جيش بالترهيب واقعد اقول ولازم وربنا وهيوديك النار ومش عارف ايه، وشوفي اختك وشوفي عمتك وشوفي وشوفي. لا يا جماعه، برضك ربنا سبحانه وتعالى لما شرع لنا التشريعات بتاعته شرحها على 3 قواعد. القاعده الاولى التيسير والسهوله، واخدين بالكوا؟ القاعده الثانيه التدرج، التدرج في التشريع. طب هكمل لك بعد كده يا مريم، لان قضيه الحجاب قضيه خطيره. نعم.